من أهم الأسباب اللي بنبحث من أجلها عن نظرية للطريقة العلمية هو رغبتنا في إيجاد مبرر إن كانت المعرفة العلمية مبررة وإيه هي حدودها بالضبط. الفكرة اللي تبعيتها هتكون مهمة في كافة مناحي الحياة. هل هناك خطورة في تناول دواء ما؟ هل هناك أثار جانبية لرش مبيدات معينة على المحاصيل؟ هل من الممكن وضع بشر على متن سفينة فضاء؟ بتتطلب تفسير لنتائج النظريات العلمية وتبرير صحة المعرفة العلمية المكتسبة، أو الأسئلة الوجودية عن أصل الكون، عمره، طبيعة مادة الحياة إلى آخره، كلها أسئلة قائمة في الأساس على نتائج طريقة عمل العلم. السؤال القائم: هل أفضل نظرياتنا العلمية قادرة على وصف الكائنات والظواهر الغير ملاحظة المسببة لما نلاحظه في الحياة بدقة أم لا؟ لكن مش ده السبب الوحيد في أننا بنحاول وضع طريقة علمية محددة، لأن ببساطة لو عندنا إطار محدد للطريقة العلمية هيكون من الممكن أننا نقرر إن كانت نظرية ما أو مجال بحثي ما علمي أم لا. على سبيل المثال، الصراع اللي دار في الولايات المتحدة الأمريكية أكتر من مرة حول تدريس فكرة نشأة الحياة والكون كنتيجة لعملية خلق من كائن كامل الكمال للأطفال في المدارس العامة تحت مسميات مختلفة، منها نظرية التصميم الذكي Intelligent Design أو علم الخلق Creation Science. الادعاء من الأفراد اللي نادوا بتدريس الأفكار دي في المدارس العامة هو بما إن تفسيرهم للكتب المقدسة قائم على نظرية علمية للخلق، بالتالي أصبح من الضروري تدرسها للطلبة كجزء من مقرر العلوم. لكن بالطبع عدد كبير من الأفراد المفكرين العلماء وصناع القرار اختلف مع ادعاء إن فكرة الخلق فكرة علمية بالأساس، بالرغم من إن من الممكن إضفاء صورة سطحية عليها تجعلها تبدو كنظرية علمية. ومن هنا بتنشأ أهمية إن كان ادعاء ما فعلا علمي أم لا، من الناحية الفكرية، القانونية، السياسية، وأيضا الدينية. كارل بوبر هو تقريبا الفيلسوف الوحيد اللي هنناقش أعماله في سلسلة فلسفة العلم، وبيعتبر من قبل كثير من العلماء بطل أسطوري. شعور العلماء تجاه الفلاسفة عادة ما بيختلف من عالم لآخر، لكن نادرا ما بينجح الفلاسفة في إلهام العلماء بنفس طريقة بوبر. ومن النادر أيضا أنك تسمع العلماء بيستخدموا النظريات والأفكار الفلسفية لدعم وجهة نظرهم داخل إطار الجدل العلمي، لكن الصورة دي لا تنطبق على بوبر. الصورة البطولية دي مش مفاجأة، لأن أفكاره عن العلم كانت بسيطة وواضحة، وصورته عن المؤسسة العلمية كانت صورة مثالية بطولية وخيالية في بعض الأحيان. نظرية بوبر تم نقضها على نطاق واسع من قبل الفلاسفة عبر العقود الأخيرة، وكتير من النقد ده من الصعب الرد عليه. لكن بالرغم من هذا النقد، ما زالت أفكار بوبر مهمة داخل عباءة فلسفة العلم ومصدر وحي لكتير من العلماء. ودلوقتي فكر للحظات، ليه ترى عندك ثقة في الأكل اللي بتاكله مش هيضرك؟ أو الدواء هيساعدك على الشفاء؟ أو يمكن القفز من النافذة هيقضي على حياتك؟ هل يا ترى تكرارية توابع التجربة في الماضي كافي لضمان تكرارها في المستقبل؟ وهل التأكيد فعلا له وجود في الحصول على المعرفة العلمية؟ أم إن النفي هو جوهر الثقة في معرفتنا العلمية؟ وأفضل نظرياتنا العلمية ما هي إلا تخمينات لم تنفى بعد؟ فكر تاني.